هل فعلا عندك معلومة أو سمعت إن محمد صلاح كان مشارك في اختيار كارلوس كيروش لتدريب المنتخب؟ ده سؤال خبيث برضه. لا انت خد بالك، انت عارف ان اطيب واحد تعرفه في حياتك يا كابتن ضياء، يا كابتن ضياء انا اطيب واحد تعرفه في حياتك. اتفضل. قبل ما تطلع على الشاشات اتفضل. كنت اهدى من كده خالص، كنت طيب. الشاشه لا بس هو مش الشاشه، لا انا عليت بذكائي لحضرتك شويه. العشاء انا عارف، بص انا هجاوب وانا عارف انك انت عارف الاجابه تماما. طيب اتفضل يا كابتن ضياء. طبعا الموضوع ملوش اي علاقه باي حاجه خالص. صلاح من ساعة ما كان اشتغل في المنتخب اشتغل مع كل المدربين، اشتغل مع أجانب ومع مصريين. يعني لو كان هو عايز حاجة معينة كان عملها، زي ما اتقال انه صلاح بيجيب كابتن ضياء، مع ان صلاح من بعد فترة برادلي جه عليه حوالي 5 مدربين وانا ما كنتش موجود. انت واخد بالك، زي صلاح بيجيب صحابه اللعيبة، والكلام ده كلام عاري تماما من الصحة. والكلام ان وكيله تدخل في انه يجيبه، اعتقد انه الكلام ده مش صح خالص طبعا، وملوش اي دور في ده. وانت عارف صلاح اكتر مني وقابلته كتير، وعارف حدوده وعارف احترافيته وعارف قد ايه هو عارف الحدود بتاعته بشكل احترافي كبير. ممكن اقول لك حاجه في القصه دي قلتها من يومين يا كابتن ضياء، انا ممكن يبقى رايي حتى عكس رايك بس هقوله لك وخلاص. انا قلت هو ايه العيب اصلا ان محمد صلاح الراجل طبعاً القيمه طبعاً. اللي هو بالنسبه لنا ممكن يتعامل معاه ان هو مستشار مش مجرد لاعب، هو بيشوف حاجات هو احنا ما بنشوفهاش. خبرات، لا هو بيعمل الحاجات الخبرات بينقلها للعيبه بس في الاوض المغلقه. نعمل دي وما نعملش دي، يا جماعه لازم نعمل ده ونركز في ده، ولازم نعمل دي ونعمل ده. ده بينقل خبراته كلها والحاجات اللي متعود عليها واللي وصلته المكانة دي على طول، ما بيبخلش بيها وطول الوقت بيتكلم فيها سواء مع لعيبة فردية أو مع الفرقة ككل يعني طول الوقت. لكن هو أنا بقول إن هو يعني مش عايز أقول للأسف، لا هو ما بيتدخلش خالص وما بيعملش الكلام ده خالص وما بيحبش الكلام ده حتى يتقال يعني. صحيح. ولا الجهاز الفني مثلا يجي يقعد في اجتماع بصفته قائد الفريق يقول والله احنا هنشتغل كده الماتش الجاي، هنعمل كده الماتش الجاي، لم الفرقه. لا الكلام كله بيبقى في المعنويات. في المعنويات مش فاهم. صلاح خد بالك احنا حاسين من ان اللعيبه مش شايفه الماتش ده سهل. يعني بعد ما كسبنا ماتش كوت ديفوار انا بشوفها كانت اجمد فرقه موجوده في البطوله. صحيح. لما كسبنا وعدينا حصل لنا كده شويه انتشاء كده، احنا بنحسينا ده من خلال اللعيبه، احنا مع اللعيبه طول الوقت. يا صلاح خد بالك انه اللعيبه حاسه ان ماتش المغرب اسهل من كوت ديفوار، مش عايزين نقع في نفس اللي وقع فيه كوت ديفوار بعد ما كسبوا الجزائر. دخلوا على ماتشنا مغرورين شويه وفاهمين ان هم عملوا اقصى حاجه، فاحنا كسبنا الحمد لله. فمش عايزين نعمل ده، هو يروح على طول لامم يجيب اللعيبه، انا هتكلم يا كابتن وهنعمل الحاجات اللي فيها معنويات وفيها زي ما اتكلم في المؤتمر الصحفي قبل ساعه ماتش قبل ماتش ساحل العاج. هو كان بيبعت رسالة، حابب انه يبعت رسالة، دوره كبير ودوره عظيم وكان قائد فعلا كبير جدا بالنسبة لمنتخب مصر.